بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في لقاء سابق عند باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع. تقول صاحبة الكتاب من نواسخ المبتدأ والخبر أيضا أفعال المقاربة والرجاء والشروع، ويتعمل عمل كان وأخواتها. قبل أن أشرح ما في الكتاب، يستحسن أن أشرح الأبيات الألفية ثم أنتقل على ذلك إلى ما هو مكتوب في الكتاب. فأقول وبالله التوفيق: قال ابن مالك رحمه الله: كان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزموا اخلوا لق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفى أن نزرا. أحبتي الكرام، يقول شيخنا ابن مالك رحمه الله: ككان كاد وعسى، يعني كاد وعسى مثل كان في العمل. وماذا تعمل كان؟ قلت كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. أقول كان زيد عالما، فكان فعل ماض ناقص، زيد اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عالما خبرها منصوب. أهي كاد تعمل عمل كان؟ أقول كان أو كاد زيد يقرأ القرآن. وقد يقول قائل: إذا كانت كاد بتعمل عمل كان، لماذا جعلوها في باب مستقل؟ أقول: لأنها تعمل عمل كان، لكن بشرط أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، فلا يكون اسمها مفردا مثل كلمة عالما. لا نقول كاد زيد عالما، لا يجوز. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما كادوا يفعلون، لم يقل ما كادوا فاعلين، قال ما كادوا يفعلون. إذن الخبر في كاد وخواتها لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. طيب، إذن شيخنا يقول: كاد وعسى مثل كان في العمل. وكاد أو أفعال مقاربة، في عندنا أفعال مقاربة تدل على قرب وقوع الخبر، اللي هي كاد وأوشك وكرب، هذه تدل على قرب وقوع الخبر. فإذا قلت مثلا كاد الأستاذ يحضر، أو أوشك الأستاذ يحضر، أو كرب الأستاذ يحضر، معناها قرب، تدل على قرب حضور الأستاذ. إنما في أفعال تدل على الرجاء، اللي هي عسى وحرى واخلولق، تدل على الرجاء. أقول مثلا: عسلت السماء أن تمطر، اخلولقت السماء أن تمطر، يدل على الرجاء في إنزال المطر. القسم الثالث تدل على البدء والشروع. أقول: بدأ الأستاذ يشرح، اتفق الأستاذ يشرح، يعني بدأ في الشرح.
نعود إلى ما قاله شيخنا رحمه الله، يقول ككان كاد وعسى، يعني كاد وعسى مثل كان في العمل، لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. قلت إن كاد وأخواتها طبعا لابد أن يكون خبرها فعلا مضارعا، جملة فعلية فعلا مضارع، لكن نذر إن جاء اسمها مفرد. قالت العرب عسى الغوير أبوسا، وطبعا ده مثل من الأمثلة قالته العرب، جماعة اختبأوا في غار ثم ما لبس أن الغار يعني أحجاره تساقطت عليه فماتوا، فقالوا عسى الغوير، تصغير غار، غار غوير، أبوسا من البؤس والشقاء. إذن هنا جاء الخبر مفردا، وهذا نادر يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، في شاعر كان معروف باللصوصية من قبيلة في العرب اسمها قبيلة فهم، فكان مشهور بسرقة العسل، فرأى على سطح جبل منحل فذهب إليه وأخذ العسل، فرآه أحد أفراد القرية فجرأ عليه، فهو جرأ بسرعة وقال فأبت، بمعنى رجعت إلى فهم اللي هي قبيلته، وما كدت آيبا، يعني وما كدت راجعا، يعني كدت أن أرجع وأن يمسك بي. هذا معنى كلام الشيخ ككان كاد وعسى، لكن نذر من الندور نادر جدا غير مضارع لهذين خبر، يعني أن يكون اسمهما اللي هو أن يكون خبرهما اللي هو عسى وكاد أن يأتي مفردا، يعني ليس جملة فعلية فعلها مضارع. ثم بدأ الشيخ يتحدث عن الخبر، خبر كاد وأخواتها، إما أن يكون مقترنا بأن أو يكون مجرد من أن. قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، إذن هنا الخبر مقترن بأن اللي بتنصب المضارع. طيب، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لم يقل القرآن كادوا أن يفعلوا، إذن كاد خبرها مجرد من أن، لكن عسى خبرها مقترن بأن. فبدأ الشيخ يبين أحكام دخول أن على الجملة الفعلية اللي هي فعلها مضارع اللي هو الخبر، يعني قال وكونه أي الخبر بدون أن بعد عسى نذر، يعني نادر وقليل إن خبر عسى يكون مجرد من أن. ولذلك الشعراء يقولون أو الشعر يقول إيه، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، لم يقل أن يكون، قال يكون بدون أن، هذا ما قاله الشيخ. وكونه يعني الخبر بدون أن بعد عسى نذر يعني قليل، وكاد الأمر فيه عكس، يعني كاد عكس عسى، فعسى قلنا عدم اقتران الخبر بأن قليل، إذا كاد اقتران الخبر بأن برضو قليل. ذبحوها وما كادوا يفعلون، يجوز في غير القرآن أن نقول ذبحوها وما كادوا أن يفعلوا. فورد من كلام العرب كادت النفس أن تفيض عليه، كادت النفس أن تفيض عليه، وهذا البيت قاله أحد الشعراء يرثي صديقا له، كانت النفس أن تفيض عليه، يعني نفسه حزنت حزن شديد على هذا الميت، أو كانت النفس أن تفيض، كادت النفس أن تفيض، إذا هنا الخبر اقترن بأن، هذا ما قاله الشيخ. وكاد الأمر فيه عكسا، يعني عكس عسى، إذا كان عسى الخبر يكون يقترن أو لا يقترن بأن، هذا نذر ونادر،
وكاد الأمر فيه عكسا، يعني عكس حكم عسى بالضبط. وكعسى حرى، احنا قلنا أفعال الرجاء ثلاثة، عسى وحرى واخلولق، كل هذه الأفعال تدل على الرجاء وقوع الخبر. قلنا إن عسى ما حكم اقتران الخبر بأن؟ قلنا كثير. طب وعدم اقترانها؟ قليل. أي حرى وكعسى حرى، حرى دي مثل عسى، هي فعل رجاء، وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، يعني حرى تختلف عن عسى. صحيح كلاهما فعل يدل على الرجاء، لكن حرى يجب أن يقترن خبرها بأن. أقول مثلا حرت السماء أن تمطر، لا بد أن أدخل أن على الخبر، تتصل بأن، هذا معنى حتما بأن متصلة، يعني لازم تتصل بأن. وألزم خلولق أن مثل حرى، يعني خلولق مثل حرى بالضبط، لا بد أن يقترن خبرها بأن. وبعد أوشك انتفى أن نظرها، أوشك اللي هي الأخت الثانية من أفعال المقاربة، أوشك، أوشك دي مثل عسى، الغالب والكثير إن خبرها يكون في أن. أقول أوشك الأستاذ أن يأتي، لكن من غير الغالب إن خبرها لا يقترن بأن. هذا معنى يقول إيه؟ وبعد أوشك انتفى أن نظرة، انتفى يعني انتفاء، انتفاء أن يعني حذف أن، ده هذا نزر يعني قريب جدا، فأصبح حكمها حكم إيه؟ حكم عسى بالضبط. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله. نعود إلى الكتاب ونقرأ ما قرأته أختنا. أقسمها من حيث المعنى: أفعال مقاربة كاد، كرب أو شك، هذه الأفعال تدل على قرب وقوع الخبر. كاد الزرع يثمر، كادت السماء تمطر. نجيب المثال: كادت السماء تمطر، كادت السماء تمطر. كاد تاء فعل ماضي ناسخ يعمل عمل كان، التاء دي اسمها تاء التأنيث، والسماء تاء اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر، تمطر تاء فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، فاعل تمطر مستتر تقديره هي يعود إلى السماء. هذه الجملة اللي هي جملة تمطر هي في محل نصب خبر كاد، لأن احنا قلنا كاد تعمل عمل كان. أفعال الرجاء عسى وحرى واخلولق، وهذه الأفعال تدل على الرجاء وقوع الخبر، وقوع يا ولدي خبر. أقول مثلا عسى الله أن يأتي بالفرج، عسى الله أن يأتي بالفرج، عسى الله أن يأتي بالفرج. عسى ده فعل ناسخ يعمل عمل كان، لكن ناسخ جامد، جامد يعني لا يتصرف. لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر، أن ده حرف مصدري ونصب، يعني مصدري يعني يؤول مع الفعل بمصدر، ونصب يعني نصب الفعل، أن يأتي، يبقى يأتي فعل مضارع منصوب بأن، عشان كده بنقول أن ناصبة. طيب وإيه حرف مصدري؟ يعني أن مع الفعل يؤول مصدر، يعني هنجيب أن معي، أن مع يأتيان نحطهم في خلاط كر يطلع إتيان، يعني إيه؟ عسى الله أن يأتي بالفرج، يعني إيه؟ عسى الله بأن يأتي بالفرج، أو أن يأتي يعني إتيان الفرج. طيب وفاعل يأتي هو يعود إلى لفظ الجلالة، أن مع الفعل مؤول مصدر، هذا المصدر في محل نصب مفعول به، عفوا في محل نصب خبر لعسى. طيب هذا ده بالنسبة لأفعال الرجاء قلناها. أفعال الشروع: أنشأ وأخذ وطفق وعلق وهب وإيه ولوهب. شرع، لما أقول شرع الطفل يبكي يعني بدأ يبكي.
أخذ الطفل يبكي، يعني بدأ في البكاء. فإذا قلنا مثلا أخذ الأستاذ يشرح، يعني بدأ في الشرح. هذه الأفعال ممتنعة، خبرها يعني يمتنع أن تدخله إيه؟ أن. وهذا البيت موجود في الألفية. ومثل كذا في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. ترك أن مع ذي الشروع وجبا، ترك أن يعني أن لا تدخل في أخبار الأفعال التي تدل على الشروع والبدء. وترك أن مع ذي الشروع وجبا، ذي الشروع يعني هذه، ذي بمعنى هذه الأفعال التي تدل على الشروع يمتنع أن يدخلها أن. أقول أخذ الأستاذ يشرح الدرس، لا يجوز أن أقول أخذ الأستاذ أن يشرح، لا يجوز. فهذه الأخبار الواقعة خبرا لأفعال الشروع يمتنع دخول إيه؟ أنا عليها. شروط عملها، شروط عمل أفعال مقاربة والرجاع والشروع، أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، وده احنا شرحناه، وهو من حيث دخول أن عليه وعدم دخول أربعة أقسام. يقترن وجوبا ما حرى واخلولق، وهذا قلناه، هذا قلناه في الشرح. احنا قلنا عسى حرى واخلولق يجب اقتران الخبر بهما. اقول اخلولقت السماء ام تمطر، حرت السماء او حرى الماء ان ينزل. طيب قال ابن مالك وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. يجرد من أن وجوبا مع أفعال الشروع. أنشأ العدو يعدو، أنشأ العدو يعدو، هذه أنشأ، ده فعل ناسخ من أفعال الشروع، يعني عامل كان. العدو ده اسم أنشأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. يعدو ده فعل مضارع مرفوع لعدم أو لتجرده من الناصب والجازم، عدم رفع الضمة المقدرة عن الواو. الفاعل هو يعود إلى العدو. هذه الجملة في محل نصب خبر أنشأ. ونلاحظ أن كل أفعال الشروع لا يجوز أن يقتنى خبرها بأن، هذا معنى يجرد من أن وجوبا مع أفعال الشروع. ومثل كذا في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يعدو. وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، يعني كل هذه أفعال تدل على الشروع أو البدء في الخبر. ثالثا يقترن بأن غالبا مع عسى وأوشك، يبقى عسى وأوشك، هذه عسى من أفعال الرجاء، وأوشك من أفعال إيه؟ من أفعال المقاربة. كلاهما يقترن الخبر فيهما بأن كثيرا، عسى ربكم أن يرحمكم. طيب أوشك الأستاذ أن يحضر، وعدم اقتران الخبر هذا هو القليل، كما قلنا في البيت الشعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، قلنا البيت ده. طيب وبالنسبة لأوشك في مثال لعدم اقتران الخبر اللي هو القليل، يعني يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، ما قالش أن يوافقها، قال يوافقها بدون أن، وهذا قليل. الدكتورة جابت إيه؟ عسى ربكم أن يرحمكم. نعرف هي أعربة الآية الكريمة دي، عسى قلنا فعل ناسخ جامد يعمل عمل كان. ربكم، رب ده اسم عسى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، رب مضاف والكاف ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع ذكور، أن ده حرف مصدري ونصب، يرحمكم ده فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب الفتحة الظاهرة، فاعل يرحم هو يعود إلى الرب سبحانه وتعالى، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به،
والميم علامة جمع الذكور. نلاحظ الكاف هنا في محل جر عشان وقعت بعد اسم، لكن كاف هنا في محل نصب عشان وقعت بعد فعل، إنما مفعول يعني. جملة أن يرحمكم في محل نصب خبر إيه؟ خبر عسى. طيب المجرد من أن غالبا كاد وكرب، كاد وكرب يعني كاد أي يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، لم يقل القرآن أن يضيء قال يضيء. يبقى كاد خبرها الغالب فيه ألا يقترن بأن، لكن ممكن يقترن بأن وهذا قليل. مثل بالضبط كربا، مثل بالضبط كربا، وده اللي قاله الشيخ. ومثل كاد كربا يعني ايه؟ في عدم اقتران الخبر بأن، وهذا هو الكافر فيهما. طيب ألا يتقدم خبرها عليها، ده من ضمن أحكام هذه الأفعال، ألا يتقدم خبرها عليها. يأتي بمثال اقتران خبرها بأن، وقد كربت أعناقها أن تقطع، وده قلنا قليل. ألا يتقدم خبرها عليها، عليها يعني على الأفعال. عسى زيد أن يقوم، أين الخبر؟ أن يقوم. لا يجوز أن نقول أن يقوم عسى زيد، لا يجوز. من أحكامها جواز حذف الخبر إذا علم. قال تعالى فطفق مسحا، طفق هو سليمان عليه السلام، الخبر محذوف، طفق يمسح مسحا يعني يذبح أعناق الإبل اللي هي آلهته عن ذكر الله عز وجل. فطفق ده فعل من أفعال الشروع والبدء، والفاعل هو، والجملة الفعلية أصلا طفق يمسح مسحا، فهنا حذف الخبر لأنه دل عليه دليل. ثم تقول المتصرف من هذه الأفعال، الأفعال السابقة ملازمة لصيغة الماضي، الأفعال اللي هي عسى حرى إخلولقى، إلا كاد. كاد ممكن يأتي منها الماضي والمضارع، كاد زيد أن يأتي، أو كاد زيد يحضر، أي يكاد زيد، يكاد زيتها يضيء، يعني ممكن أستعمل المضارع والماضي. يكاد زيتها يضيء، وقلنا يكاد فعل مضارع ناقص يعمل عمل كان مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. زيتها ده اسمها مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة والهاء ديا في محل جر مضاف إليه. طيب يضيء ده فعل مضارع مرفوع الواقع خبر يعني مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، والفاعل تقديره هو يعود إلى الزيت. جملة يضيء في محل نصب خبر يكاد. الشاهد إنه كاد ممكن نأتي بالمضارع أقول يكاد، وأوشك ممكن أقول يوشك، وطفق أقول إيه يطفق، وجعل يجعل، يعني هذه الأفعال الأربعة يجوز أن يأتي بها المضارع ويعمل عمل الماضي بالضبط. قال ابن مالك واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا. خامسا ما يأتي منها تام اللي عسى وخلولقة وأوشك. ما معنى تام؟ يعني يكتفي كل منها بفاعله. لما أقول مثلا عسى أن يشفى المريض، عسى أن يأتي زيد، عسى نقول عليها فعل ماضي تام، تام يعني يكتفي بمرفوعه. يبقى أن حرف مصدر ونصب، يأتي فعل مضارع منصوب أن، زيد فاعل يأتي. طيب أن مع الفعل مؤول بمصدر في محل رفع فاعل عسى، يعني عسى إتيان زيد، عسى إتيان زيد، وأصبح عسى هنا تامة، وإحنا قلنا الفعل التام غير الفعل الناقص،
الفعل الناقص يعني يحتاج إلى خبر، لكن التام يكتفي بمرفوعه كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة. فذو هنا فاعل لكان وليس اسما له. بعد عسى لو لقى أو شقى قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. إيه المعنى البيت الجميل بتاع ابن مالك ده؟ يقول بعد عسى اخلولق او شكى قد يرد غنى بان يفعل عن ثان فقد. فقد ايه معنى الجمال الكلام ده يا اولادي؟ بعد عسى وكذلك اخلولق وكذلك او شكى قد يرد، وقد هنا تدل على التقليل، غنى بان يفعل. عندما قلنا مثلا عسى ان ياتي زيد، اصل الكلام ايه يا اولادي؟ عسى زيد ان ياتي، اصل الكلام هكذا. طيب ادي زيد اسم عسى، وان ياتي قلنا هذه الجمله هي خبر عسى. الان هنغير المثال، هنجيب زيد هنا اللي هو كان اسم عسى هنخليه فاعل ياتي، خلاص، وهنجعل ان ياتي زيد مؤول ايه بايه؟ اقول عسى اتيان زيد. ما الذي فقد؟ فقد الخبر، يعني اكتفينا بالاسم وجعلنا له فاعل العسى. هذا معنى ايه؟ بعد عسى لو لقى او شق قد يرد، يعني قد يرد في كلام العرب انه بعد عسى ان ياتي على طول، ولا يذكر الايه؟ الاسم. بأن يفعل عن ثان فقد، يبقى خلاص استغنينا بأن يأتي عن الثاني اللي هو الخبر. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ التام يا ولاد. طيب أنا بفضل الله انتهينا كده تماما من هذه الأفعال. الخلاصة من نواسخ المبتدأ والخبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع هي من حيث المعنى ثلاث أقسام. في أفعال تدل على القرب، قرب وقوع الخبر، كاد وكروى وأوشكى. في أفعال تدل على الرجاء اللي هو عسى وحرى وخلولقى. في أفعال تدل على الشروع، شرع وأنشا وأخذ وطفق وعلق وقام. يشترط في خبر هذه الأفعال أن يكون فعلا مضارعا ولا يتقدم خبرها عليها، ويجوز حذف خبرها إذا علم من الكلام أو دل عليه دليل. هذه الأفعال ممكن يأتي بعضها مضارع ويعمل عمل الماضي، كما قلنا أوشك أقول يوشك، قال الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.